إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب محمد برهان جوارني من حلقة المعلم الفاضل عمار غازي في مسابقة سفراء القرآن. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. أخواني، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. أخواني، شهر رمضان شهر القرآن، فنبادر أخي بتلاوة القرآن وحفظه وتعلمه حتى ننال الأجر والخير الوفير. فلنحفظ القرآن في صدورنا وقلوبنا ونطبقه في أخلاقنا حتى نرتقي في الدنيا ونرتقي في درجات الجنان. ونسأل الله العلي العظيم أن يعنا على حفظ كتابه ويكون شاهدا لنا ولا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.